هايكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية بعد كلام الإقالة المدرب الإفريقي أنور عايد. تصل بينا الصحفي في جريدة الشروق منير الزويبي يطلب حق رد به باش نكونوا متواضحين قبل كل شيء. ما نحبوش المستوى يتيح معناها على المستوى المحترم، نحكيو في إطار محترم، ولو أنه أنور حتى كلمة الإقالة أصحابها. موجود معنا منير الزويبي. منير أهلا بك. مرحبا يا سلام، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة إكسبريس اف ام. والله يا اسلام، هذه انت تعرفني مليح، لاول مره نتدخل باش نرد على معناه انسان زبدني كيك سوا في فيسبوك ولا في اذاعه ولا في جريده ولا وي، ولكن الكلمه اللي قالها معناه كما قلت انت باش نترفع انا باش نرفع المستوى نتاع وكلوه ولا ما وكلوهش. يعني لغه معناه سامحني لغه نتاع واحد ما عارف شيء، فهمتني منير؟ اصحابها الكلمه هو. تسمح لي اسلام باش نوضح بعض باش نعطيك بعض المغالطات اللي جات على لسان انور عياد. اولا قال لك انا اليوم اعلن استقالتي. كيف لمدرب ان يعلن استقالته وهو معناها العقد نتاعه في 30 جوان؟ انت مدرب، انت عقدك كيفاش اليوم تجي تستقيل؟ يا سيموني مرحبا بك. اول حاجه ثاني حاجة راهو اسلام هو اللي قال مستقيم. انا قلت انسحب، لكن كان دابا من فضلك ما تعرفش تختار انت الكلمات. وهاو كان عندك الميكرو خليك من بعد جاوبوا. من فضلك شروك معنى اسماء مستعاره وتكتب منير. على روحك وتهبط. تسمع فيا منير ولا منير؟ اسمعني يا عشخوي، ما نحبوش نتيحوا المستوى نتاع مش محترف. غالي انا ما تعرفوا الناس كل لعب في مستوى عالي. خلينا نكمل لك منير، خلينا نوضح لك النقطه منير وبعد تكلم. من فضلك يا منير، من فضلك. هو العبد لله وانت تتفكر مليح منير. انور يتذكر وقت اللي بدا مشروع مدرب مع المنتخب الوطني الناس الكل كانت ضده، الا العبد لله معناه، وانا كنت معناه من الناس اللي ندعم فيه والناس اللي معناه متفائل انه يكون مشروع مدرب كبير برشا في الانديه ولا في المنتخب ولا، ولكن دخل في متاهيات بدا اي ما قالش استقلت راهو يا منير، باش نكونوا واضحين. قال العقد نتاعي وفاهم المدرب اللي ينقدك مش باهي. اخي انت تحب كان نشكروك، غلط ما نقولوا لك غلط ما باش ننقدوك. انت تدرب مدرب في النادي الافريقي الطبيعي اللي يعني نكتب عليه كل يوم مقال، مش خمسه مقالات، مش في الكونتيتي. اذا فما معلومه غلطه هات وريها لي نصلحوها. فما حاجه معناها ما عجبتكش ولا معلومه تسربت خطا، اطلب وتكلم. تحكي على نزار الشاري، انا تعاملت معاه الا ما نعرف اللي هو رئيس وفد في النادي الافريقي، ونسالك الرد نتاعك انت يوصل اليوم لانه اداره النادي الافريقي الرد اللي بعثته. والله يا اسلام علاش ما هبطش مولاي الرد نتاع النادي الافريقي انه يرسل معناه رد بتلك الشاكله، ومعناه تصور جاكم فاكس وجاكم واحد من النادي الافريقي بعد شهر ونص من المقال هاليوم. ونحب ان نقول لك يا سي انور، راهو الرد نتاعك راهو هبط في الشروق، اما انت ماكش متابع. راهو هبط الرد نتاعك في الشروق، انت ماكش متابع. انا ما عملتش رد، انا جيت نعمل رد، جيت نعمل رد. لك رد باي طريقه تكون يكون، لكن مستوي انا وكلوك انت دون لو تو معناها انت بارامون واحد يترفع وكلام. تحب نخليك واحد تتكلم، انت تحكي على مناتجات المغطات اللي تعدي فيها. انا عمري ما ريت مدرب فريق يلعب على الألقاب ويسعى انه يبيع احسن جوار في الفريق، عمري ما ريت. منير هذه انتقدتها انا. اسمعني منير، شنو اللي فيها الاسئله؟ منير تسمع فيا ولا خلي نكون الحوار في مستوى معين وما نطيحوش تحته ونبنيه عليه. ما نحبوش باش نتعاركوا. انا وضحت التوضيح نتاعي، انا على كلمه واحده تفزت. اي هو جبدها منير، هو جبدها. مدرب كان في المنتخب ومعني وعامل 9 سنين احتراف ولا 10 سنين ويقول لك صحافي وكلوه. اي اسحبها يا منير الكلمه اللي قالها عادي. في مستوى ما لا تلي خالتي لو ما قالش الكلمه هذيك والله لا كنت ولن اتدخل ومهما يكون وابعث لك اي رد غدوه يهبط لك. وعندك كلام ما كافاتكش، يظهر لي الجريده والقلم نتاعك تحب تقوله في المباشر. ما اسمعنا خلينا نجاوبوك. لا لا ما تجاوب. اول حاجه ما قلت قلت اللي تحب انت وما تحبش تكون يناقشك. اول حاجه يرد علي. اول حاجه قلت الصحافي ينقد قد ما يحب هو، قلت لك في الفيسبوك انقد الريزلت ولا ماكش انت بتوريني. ما عليها خلينا نكلمك، اسمع بعضنا. ما تقصش عليها خلينا نكلمك، ما تقصش عليها. تخدم مدرب كره اليد في النادي الافريقي معرض للنقد، معرض معناها للشكر. انت كصحافي ما ينقدوكش.
كيفاش؟ ما نقدوكش كصحافي كي تغلط. تنقد هاوكا عندك خذ راحتك، تنقد وحتى كيما كيما انا حد حق الرد وزيد ما رديتش عليك. انت كتبت جي 5 ارتيكل فيهم فيهم اسم انا رايد ومش في الهوند. الاشكال انه سان مش في الهوند يا منير، مش في الهوند. شنو مشكلتك انت؟ شنو الاشكال انه في الهوند خمسه ولا خلينا نتكلموا تو نجاوبوا. شنو مشكلتك انت؟ اسمعوا منير، اسمعوا بعد جاوبوا منير عاش خويا. انت يا سي منير انت اول حاجه تو ما كنتش تسمع فينا برامو. اني قلت راني منسحب وما قلتش استقيل، وقلت له راه الكونترا نتاعي وفاء، وكنت باش نواصل مع النادي الافريقي باش ما نخليش الفراغ. هذه حاجه. ثاني حاجه قلت له راه الصحافي راه ينقد قد ما يحب في الهوند وفي ريزولتا وفي كل شيء، ولو اني حسيت اللي انت معناها متحمل عليا شويه، وحتى كي ربحنا يعني ماتشات كبار عمرك ما جبت. واش كان والله يقول انا متحمل عليك والله مثال مقبوله. شنو؟ لكن الكلمه الاخرى انور انت خلي صحابي صحابك ما يقولش ترجع لغادي. خليني تلوم عليك، خليني نصلح، خليني نلوم في الغلط نتاعك. انت كي تبدا تلمح واللي تتلمح في رئيس نقابه، واللي تتلمح شبيه له حاجات اخرى. وانا كنعاود نكتب باش نكتبها رئيس نقابه ونكتب سمسار ونكتب لانه مدافع. منير في احسن جوار كيفني نوصفها. منير كيف قلت له يسحب كلمه معناها انت زاد كلمه سمسار تسحبها. منير عايش انت تلمح. انا ما قلتش في الاذاعه سلامي نسحب، انا ما قلتش في الاذاعه. انت كي تلمح انا كتبتها في تلمح لاني داخل وحطيتها بين ظفرين. هذه بين ظفرين ولا بين قوسين؟ انت كي تلمح لاني داخل في 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 صفقه، وتلمح لاني نعمر في الجوارات، وتلمح لاني قايم تو فراغ. لا مش تلمح يعني انا ما لمحت، انا قلت صراحه هذاك. اي قلت صراحه هذاك تسمى تقييم نتاع المدرب. انت هذاك انت هذا انت هذا عندك حق تكتبه كصحافي. مثال برا كان في كان ريت فيه انت. شنو كان ريت فيه؟ هذا بعد انا صحافي وتقيم كي نقيموك كيما انت تقيم فينا في الهوند. سالب ولا مس انت عندك حق من عرضك ولا من شخصك ولا من عرضك؟ يا تمس العرض من شخصي ما شنو؟ ثاني انسان انسان قاعد ندفع من جيبي، انت تجي تقول فما صفقه دخلت الفريقي 480 مليون. تيزي انا دفعت من جيبك كنت انت الانسان الوحيد اللي خالص في فلوسه الكل في النادي الافريقي. شكون حاسب شكون؟ انت قاعد بكي تغلط في الناس يعني. انت باقي انت النوايا الخايبه نتاعك الخبيثه، انت النوايا الخبيثه نتاعك باقي تقول فيها في اللايف. انت شنو المصادر نتاعك كيف تحكي عن النادي الافريقي كره يد؟ تراه قول لي المصدر نتاعك شنو كصحافي محترف؟ مصادر عبد السلام اليونسي رئيس الفرع. الناس اللي عبد السلام اليونسي عمرك ما كلمته. انت رئيس الفرع منسحب. كيفاش؟ رئيس الفرع منسحب ما عنده خمسة شهور. انت تقول نزار الشعري كاتب بالكبير رئيس فرع رئيس فرع وتجاوب فيه وتسال وتسال وتجاوب وحدك. انت تسال وتجاوب وحدك اللي انت تو بدلتها. انت تو كنت اسمه رئيس فرع الجريمه او رئيس النادي تو بدلها قال ولا رئيس وفد مخالفه مع النورم. يا سامحني يا منير خليني اكلمك. لا عندك حق انا ما نهبتوش. يا منير تبعت من النادي الافريقي. يا منير اسمعني غير ممضى من شخص. اسمعني عاد اسمعني ولا زيد راهو انت لما وانت مستانس بالعركه اللي مش مستانس بالعركه راهو خذيتوا فيه ديشارج معناها متابع الموضوع اكثر من رئيس النادي ومن هيئه النادي الافريقي. فما سينياتور من اداره النادي الافريقي موجوده اثبت يا قدامي جا قدامي النادي الافريقي الكل توتال جاهم يا اما الكاتب العام او رئيس النادي يمضي من اللوت. هذا بلاغ مجهول بعد شهر ومسمي للصحافي منير في الكاشير. واحد عبد السلام اليونسي واحد انت باهي احسب ما جاكش هذاك يا اخي. انت يجيك واحد من الشارع يقول لك انا رئيس فرع تعمل له حوار؟ لا لا عندي ما شكون وقتك شكون عطاك؟ عندي ما يشبك بدلت الصيغه ولا رئيس وفد سميته يا اخي. احنا سافرنا كنت افريقيا باش تقول رئيس وفد. انك ما تلزنيش باش نحكي قصه الرد هذاك رجاء. قصة شنو الرد هذاك؟ انت وليت تعرف شنو يا اخي. انت اللي يقولوا لك تصدقوا شنو مصادرك يا صحافي محترف؟ انت شنو مصادرك؟ الرد هذاك يا صحافي محترف انت الحدود نتاعك تقيم رجلتها. انت قمت انت قمت تهبط في ديزارتيكل وشامبيونا واقفه ثلاثة شهور وانت وترجع تقيم في شامبيونا واقفه ثلاثة شهور. سمعناها هذه امور شخصيه ولا شنو؟ لكن جاي بعد نهارين لازمك تكون عندك الحد الادنى نتاع النزاهه يا سي منير. الحد الادنى نتاع النزاهه والحد الادنى اللي انت يعني تتاكد من معلومه نتاع المصدر نتاعك وماهيش انت من الفيسبوك ولا واحد عين روحه رئيس فرع اللي انت تبني عليه مقالاتك.
منير انت اذا كان انت يعني ما عندكش ما تحكي وعندك النادي الافريقي البطوله العربيه والباقي نخت منير انت جبتني بالاسم ولا نعمل اني نبعث لك رد انا رعيت في الشروق اسكو تهبطوا لي بيان سير لو بعثته في وقته مش تبعته قديش عندي الحق انت لو بعثته في وقته كون ولو قديش عندي الحق حتى باش تعمل حوار كنت لانه الكلام اللي جاي الكل اللي قديش عندي الحق على لسان نزار الشعري يتحمل مسؤوليته منير منير والله منير وين ما جايبك انت من افريقيا لو تحمل مسؤوليته يعني وين مش بالضروره يعني تقول قضيه بيك وبيه منير تسمع فيا ولا والله دورتي الحكايه كل ما تستاهلش هذا كل ما ذبيله كان تقعد انت وانا والخوي انت مختص في كره اليد خلينا نكمل جملتي منير ولكن نعرف باهي منير باش نختموا منير ذبي حدا تعملوا حوار ويوضحوا كل شيء منير ونزيدك معناها معلومه اخرى اللي انا كنت معناها ما خبر معناها امضاء للنادي الافريقي خبر فرحني لانه انور مدرب شاب من مشوارك الوقت وانت تقلي في الهون عمري ويعملوا مسيره في التدريب ولكن بالطريقه هي كنت هيك ولا اني كنت تعمل مسيره في التدريب منير عمريش اني قلت لك شبيك كتبت علينا هك كي تحكي على الهون اي نختم منير اخر كلمه ولي ذا يظل انت نورمالمون انت تتكسكيوز من الكلام الغلط اللي جاء على قلمك من واحد اللي طلع مش رئيس فرع بعد الرد الثاني للفريق كي يبعث لي اخر حاجه منير الرد احنا هبطناه ولكن ثم ما يثبت في الفتره هذيك اللي نزار الشعري هو رئيس الفرع لا ما فماش ما يثبت فما سيت اوفيسيال باج اوفيسيال والناس تخدم موجوده مع سي عبد السلام موجوده هو رئيس ما تكلمش سي عبد السلام انت هو يقول الاتحاد العربي هل يعقل انه مسؤول يتسلل تعمل انت جام الشارع دخل جام الشارع لا قلت له وكله في فتره ما باش يجيب فلوس للجوارات ويخلص جوارات ويخلص فيك انت يا سي انا يا سي عبد السلام راهو حطني من ماتش قصور السيف وانت راجع يعني اربع شهور حطني مانجير اونترونور واني مسؤول الاول على الفرع في الاكابر وبعد قلت له فوالا المعلومه هذه اتحداك ان تجيبها من مصدر رسمي في فاش انت تحكي انت تحكي عن مصدر رسمي اللي مني ان انت عامل مع رئيس عريس نادي انور علاش انت حكيت على المقالات هذوما اللي كتبتهم انا تقريبا هما نفسهم في جريده الصباح خاطر هما نفس المصدر وفي جرائد خاطر نفس المصدر تاع سي نزار الشعري قال لك انت وقال سي الصباح كيما بعثت نفس المصدر هو اذا كان عنده مشكل شخصي هو بعث للمواقع اللي تناولوا نفس المقالات ما بعث بالنسبه لي احتراما للنادي الافريقي رفضت اني نتعامل مع واحد ما عنده حتى صفه واضح شكرا ليك دونك منير الزبيبي احترام النادي الافريقي حق رد وانت احترام مشروعك نخلي لك انا معاش كان تحب تضيف حاجه في الاخر اني منير الزبيبي راهو عندي علاقه به باهية ومن المختصين في كره اليد ولو انه يعني الحق في البريود الاخر برشا حاجات نعرفهاش في كره اليد لكن السنين الاخرى يعني اخذها يعني شويه معلومات تعرف على كره اليد ميل وكنت اني معنا بالحق كان يعجبني من الاول خاطر كان فما نوع مرتفع من النزاهه العامين الاخرانيين بالحق النزاهه نقصت تحسوا معناها تخلي في امور اخرى فهمت وحسيت اني امور شخصيه معناها هجوم شخصي منه هو ضدي وما رديتش ما هزيتش تليفون كلمته انت يا نور خليته تونك يحكي في الهوند خليته كتب شنو حب لكن وقت اللي هو كتب كل شيء انا حبيت نعطي رد باسمي بعد رد النادي الافريقي جاء رد النادي الافريقي تو تنبعث الرد نتاعي لكن انا من اني نزار الشعري هذايا ما تعرفت عليه يمكن وقتها قال جبت اني بعثني الرئيس باش نسلم فلوس للجوارات وكان فما مشكل اني حذاك في وقت من الاوقات تعدى حدوده قلت للرئيس هذا ما عادش نتعامل معه قال لي اوكي الرئيس ما عادش نبعثه لك ما عادش تعمل معه والاكبر دليل انه هو ما خذاش كلام الرئيس وقعد يحكي باسم النادي الافريقي ومن بعد هبطت النادي الافريقي من الاداره بالسيناتور تاع سي عبد السلام هذيك وقارنها انت تعرفها هي فيها السيناتور تاع اداره النادي الافريقي ما فيهاش اسم عبد السلام اليونسي هذيك تبعث من فاكس تاع النادي الافريقي اي ما نسولش اللي معناتها ماهيش من باوردر بجنبي فيها كاشي خاطر لا هذيك تعاملت اني وسي عبد السلام في البيرو نتاع سي عبد السلام وقالوا خرجتش الرد يعني مانيش اني توا وكان تحب يكلموا سي عبد السلام ياكد لك المعلومه لكن الشروق ما عرفش هبطت قال هبطت ما ريتهاش بالك ما شفتهاش انت يعني مريت يقول اعطيني الدات التو ما هبطت واضح يعطيك الصحه شكرا لك كانوا العياده كنت ضيفنا من المستمعين اللي احنا قاعدين نحكيو في حكايات
معناها خاطي النادي الافريقي، احنا حبينا نوضحوا الوضعيه نتاع النادي الافريقي شنو. وهذه حاجه من الوضعيات رواني اللي انا تحملتها، اللي انا تحملتها وتحملت الكلمات وتحملت معناها التلميحات وغيره في الفراغ اللي ما كان روحت اني نقعد فراغ تام. فما حتى واحد يعني اخر مره الجامعه عملت لمت مسؤولين على الفروع وكنت انا بعيد، يعني جاء مدرب بتاع الكادي حضر يمثل النادي الافريقي منير رياحي. يعني انا تصور انا في وسط العام نخرج ونخلي فراغ كي من هذاك، واني كنت مستعد اليوم اني نكون موجود في الفراغ هذا، لكن ما عادش معناها ما نجموش نضحي بكل شيء. كيف ما مش كيف عادش نجم نضحي بكل شيء، ضحينا برشا حاجات، اسمي خط احمر واسمي في الهوند، يعني ما نجمش ندخل على ديربي وانا متريني جمعة وما فماش مسؤولين. سي عبد السلام لا يبحوا جوي حاجات، فماش معاش كنت تحكي ما فماش، فما زمان نحكي مع سي عبد السلام في امور ماديه نتاع الجوارات. والجوارات معنا قاعد اني تو بين سي عبد السلام وبين الجوارات باش نلقاو انتيران دونتونت باش يرجعوا يترينيو، ولا اني باش نرجع راني واني مش بيدي مش خالص، وباقي سيمونير يقول لاني خالص. منين جاب المعلومات هذه؟ واضح كلم سي عبد السلام وقول له انور خالص ولا لا. يعطيك صح، شكرا لك انور عياد على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. دونك مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى للخمسه، نمشيو للاخبار.